مو تخبريت انك انت اشتغلت كومبارس مع دريد لحام الكبير دريد لحام؟ وين وكيف وامتى واي سنه؟ ها هلا قبل شوي مرقت الصوره، قلت لك والدي الله يرحمه كان مصور. ايه فجاه بالمرجه ها ايه اجوا اثنين بعدين عرفتوا مين هن، الله يرحمه سمير سلمون ايه وكمال توفيق. ايه قالوا هالكاميرا لمين؟ قالوا الوالد الي، تفضلوا. قالوا له والله بدنا تلفزيون نصور. قال له وين تلفزيون؟ هاي باب رزق بدي اعطيكم اياه بدي اوقف. ايه قال له يا اخي في مع دريد لحام غوار طوشه وكذا وكذا. انا سمعت، قلت له يابا انا بروح. ايه قال له شو بتعطونا عليه؟ قال له 25 ليره. رحت حارس الكاميرا. رحت حارس كاميرا بهذاك الوقت ثروه كانت 25 ليره. طبعا فكل لي اياها، ما هي بتنفك وتتركب. فكر إيه؟ ركبوني بالسياره ورحت لهنيك، ركبتها انا بالاستديو وسلمتهم اياها. اوكي هلا انتبهت هيك، لقيت ورا الكواليس طاوله وكرسي وقاعد استاذ دريد. انا ذهلت يعني غورت طوشه قدامك. طبعا فصرت اطلع فيه هيك، فجاه اطلع فيني انا، بطلع فيني دغري هربت انا، ارتعبت. ساوي معي شيء او كذا. ايه قام نادوا لي بعد شوي بدون الكومبارس. ايه كان الله يذكر بالخير فيصل ياسري المخرج. ايه فقالوا له لموا الكومبارس، بعدين اجوا قالوا لي انت تطلع كومبارس؟ ايه شو كومبارس؟ قال يعني لقطه مسك. قلت له ايه. ايه اجوا بلوا لي شعراتي على البحره. ايه وكان وقتها ابو فهمي الله يرحمه. الله يرحمه. كله الله يرحمه اليوم ها. اليوم. هالوضع اليوم يومنا. الله يوصلني على الوتيل يا رب. عرفت كيف؟ فا اجى ابو فهمي قالوا لي بس هيك بنمره بيقول لك نعيمه، بتقول له والله يدر عليك، حطوا لي ليره هون هيك ما بعرف ليره ليرتين خمس ليرات، قديش بدك بتناوله؟ قلت له اوكي. اجيت طبعا قيمه الخمسه انا حطيتها هون. ايه. مشان اذا طلب مني يدور عليها مشان اخذ وقتي على على الكاميرا. اجيت قال لي نعيما بابا، قلت له والله ينعم عليك قديش تؤمر؟ قال لي خمسه، ناولته دورت هيك ما لقيت، عملت هيك قلت له تفدل. ورحت. اوكي حاسبوك لما طلع مسلسل جماعه الحاره كلها بدها تتفرج. ايه انه هاي اللقطه. طب إيه حاسبوك ككومبارس اعطوك؟ ايه طبعا اعطوني على الكاميرا اعطوني 25 ليرة. ليره انا 12 ليره ونص. ما طرع عليك فيهم هدول؟ هدول هن. ايه ما طرع لك فيهم بهذاك طبعا الوقت. اعطيت 10 للوالد 2 ونص لي. عفوا 10 لي و2.